أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. قد تبقى هذه الفقرة ثانيا في كلمة أبو عبيدة بمثابة القنبلة الاستراتيجية. الأمر لا يتعلق بغموض عادي، غموض استراتيجي على جميع المستويات، وفيه ما يمكن أن يطرح كل الأسئلة على طاولة الوزير الأول الإسرائيلي وعلى باقي المخابرات الغربية وأيضا مخابرات الجوار. الأمر هنا يتعلق بقول واحد، أن مسألة الأنفاق عبثية، أي كل ما يقوله الآن الإسرائيلي عبثي، رغم أنه صور من داخل الأنفاق، رغم أنه قاد عمليات من داخل الأنفاق، رغم أن رئيس الأركان ووزير الدفاع وكلهم، وهناك أيضا بيان رسمي لحماس بخصوص هذا النفق الذي يعد نفقا أولا وهو الأكبر والأضخم من نوعه في بيت حنون، عندما أكدت حماس أن هذا انتهت منه أو انتهى عمليا لأنه خاض 7 أكتوبر. جيد، إذن هناك على الأقل نفق اسمه بيت حنون، وباقي هذه الأنفاق التي ظهرت إذن منها العبثي لسبب بسيط جدا، لأن هناك أكثر من فتحة نفق تفجرت في الجنود، بمعنى أنها صورة من تكتيكات الحرب. إذن هذا جزء ثاني، إذن هناك نفق على الأقل باعتراف حماس أو الكتائب. ثانيا، أن هناك فتحات وهناك ما سمي بالعبثي. العبثي أين هذه العبثية؟ العبثية عندما قال بأن في الأنفاق في مصانع مثلا، وقال بالمستودعات. إذن هنا فتح على نفسه شيئا آخر وقال أن هناك تصنيع، هذا أمر لم يؤكد أو ينفي في قضية التصنيع في الأنفاق، والأنفاق العبثية بالكيلومترات هذا أمر معروف. لكن هناك أمر دقيق جدا، إما أن كل ما قيل من أجل المناورة، يعني أن لا وجود لهذه الأنفاق بالكيلومترات. لماذا تحديدا؟ ذكرنا في وقت سابق أن حماس عندما يصل إلى منطقة ما فيتم التفجير من داخل النفق لإغلاقه كليا، ويصبح فعلا كأن الأمر غير معروف أو غير مضبوط. في كل الأحوال الآن هناك إذن أنفاق وفيها مستودعات، هذا الذي يناقشه الآن حماس، وتقول إن هذا الأمر غير وارد. من جهة أولى غير وارد لكتائب القصة وليس لباقي الفصائل، إذن يمكن أن تكون مستودعات لباقي الفصائل وضمنها أساسا السرايا، يعني أن كل هذه الأنفاق التي فيها تسليح تعود إلى سرايا القدس وليس لكتائب القصة. إذن هذه قد تكون جزئيا ملحوظة دقيقة. المسألة الثانية، أين مستودعات كتائب القسام إذن؟ هذا هو السؤال الذي أصبح الآن كأنه يضع محور فيلادلفيا مباشرة، ويزكي اليمين وما يقوله اليمين بخصوص فيلادلفيا، وأن الأمر يتعلق بثغرة. إذن هذه الثغرة، ثغرة فيلادلفيا، يقولها الآن بطريقة ما أيضا الناطق الرسمي باسم حماس. هذا هو الذي ينظر إليه الآن الإسرائيلي، بأنه يجب أن يعمل في محور فيلادلفيا. بالنسبة لمصر ترفض ذلك، و الآن يقول أن من الضروري أن يقوم الجيش الإسرائيلي بهذه الخطوة. بالنسبة للرئيس الأمريكي يرفض ذلك،
يرفض هذا الأمر لسبب بسيط، لأن هناك أيضا شراكة مع مصر، والتوازنات لا يرغب بأي حال في أن تختل، لأنه ضامن لكام ديفيد، ولا بد أن يتجاوز الجميع سوء التفاهم. عندما تقول أكسيوس بأن قبل 24 ساعة من احتفالات ميلاد السيد المسيح، يعني 23 من ديسمبر، لم يتصل بايدن أو نتنياهو، ولم تكن بينهما مكالمة هاتفية على الإطلاق، بل وصل الحال أن الخلاف كان حول تحويل أموال للسلطة الوطنية الفلسطينية بالنسبة لليمين، وسموتريتش لم يرغب في ذلك لأنه وزير المالية. إذن الأمر أصبح صعبا للغاية، فإسرائيل صرحت بالضرورة احتياطها، لأن لا وجود لتمويل أمريكي، وعندما لم تعط أموالا للسلطة الوطنية الفلسطينية، قال الأمريكي أيضا بأنه لن يسلم أموالا إلى إسرائيل، فأصبح وضعا مختلا، والاحتياط سرح بعضه ليعود من أجل تنشيط الاقتصاد. فقال نتنياهو أن اقتصاده جيد، وأن سعر الفائدة سيرتفع لأن هذا الاقتصاد قوي إلى آخره. إذن مهم جدا في هذه النقطة أن هناك توسيع للحرب أتى من أربع نقاط. النقطة الأولى عندما قال بأن شركاء المحور أكدوا أن هناك توسيع في المستقبل القريب للمعركة ضد إسرائيل. إذن لدينا التوسيع الذي ذكره الشركاء في المحور. المسألة الثانية أن هناك تأكيد مباشر باحتمال أن تكون مستودعات حماس من خارج القطاع في سيناء، لأن هذه المنطقة الوحيدة، أو أن الأمر يتعلق أيضا بفلسطين المحتلة، وبالتالي فإن على إسرائيل في الحالتين أن تصل إلى الاحتمال الأول في فيلادلفيا، وهكذا ستصطدم مباشرة بمصر وستسقط كامب ديفيد، وفي سقوط كامب ديفيد ستنجح إذن خطة طوفان الأقصى، إذ سيوسع الحزب، حزب الله الحرب الآن هي في البحر الأحمر، أيضا بالنسبة لفيلادلفيا مع مصر، وأيضا على صعيد آخر سيدفع مباشرة إلى إبقاء الغلاف، إلى إبقاء غلاف غزة، غزة كإشكال مباشر لسبب بسيط، لأن احتمال أن يكون ما بعد إريز، ما بعد بيت حانون، حالة ممكنة. أيضا بالنسبة لمواصلة العمليات في كل من بيت حانون رغم ما سمي بالتطهير، وأيضا في شمال غزة، يمكن أن تكون الأرض هناك فيها أنفاق. إذن المستودعات قد تكون تحت الأرض المحتلة لإسرائيل. إذن في الحالتين لن يعود أحد إلى الغلاف، إلى غلاف غزة، وفيلادلفيا ستتقدم نحوها إسرائيل، وبالتالي فإن الاشتباك الإقليمي مع إسرائيل أمر متوقع. يعني توسيع الحرب من هذه النقط في جنوب لبنان، أو توسيع من الشركاء، وأيضا باتجاه فيلادلفيا، وإمكانية أن تكون خنادق تحت فلسطين المحتلة، ومن جهة أخرى مواصلة كل من العراق واليمن للتوسيع، الذي كلما اقترب الإسرائيلي من المربع في خان يونس كلما لاحظ الجميع أن هناك صعوبة أكبر. إذن الأمر هنا واضح جدا بأن ثغرة ما باتجاه سيناء، باتجاه ما وراء فيلادلفيا، إذن الأمر هنا دقيق للغاية، وهنا الصعوبة بمكان، إذ قال بالحرف نتنياهو قبل 24 ساعة من كلمة أبو عبيدة بأن هناك ثغرة محور فيلادلفيا. الأمر هل هو ثغرة تحت أرضية؟ هذا احتمال كبير جدا،
بمعنى أن هناك دعم وأن هناك نقل لمستودعات قد تكون آمنة تحت أرض إما فلسطين المحتلة، وإما الأمر يتعلق مباشرة بسيناء أي من خارج القطاع. هذا ما قاله أبو عبيدة، وهو الآن عزز الاشتباك المصري الإسرائيلي بخصوص فيلادلفيا الآن، وفي إمكانية أيضا أين مستودعات كتائب القسام. هذا هو السؤال، هل في سيناء؟ إذا هذا أمر واضح للغاية. المسألة الأخرى والمهمة جدا، فإن هناك دعوة في كل المساجد من أجل الدعاء، لأن هناك معركة اسمها الأقصى ومعركة أخرى لإسرائيل التي هدمت كل المساجد. إذا كان الوضع دقيقا جدا في هذه النقطة على وجه التحديد. إذا هنا صعوبة أكبر بتجميع الأمة الإسلامية وإعادة توجيهها إلى المسجد الأقصى، منطلق كل هذا الطوفان، أي استعادة الطوفان في جيل آخر. وهذا قد يعد بمثابة الصعوبة الأكبر، وهذا الذي لاحظه وزير الدفاع الإسرائيلي ورد عليه مباشرة، وقال بأن المستوطنين الآن أكثر ضبطا، ولذلك فيمكن التحكم في هذا الملف، بالإضافة إلى محاولة عدم ربط الضفة بغزة، ولذلك استشهد العروري أساسا بعملية قادها الجيش، لأن الجيش اليوم أمام خطوطه الحمر يظهر لماذا استشهد صالح العروري. المسألة الأخرى والأكثر أهمية، أن هناك توسيع إذا في الجبهات، وهذا الذي يعني أن معركة خان يونس قد تتحول إلى معركة إقليمية. الآن لها بعد على صعيد اليمن، العراق ولبنان، على صعيد المحور، ولكن الصدام الجيوسياسي المصري الإسرائيلي محتمل أيضا في هذه النقطة الحساسة بالنسبة لفيلادلفيا. وهنا نأتي مباشرة إلى اللغم الآخر الذي خلقته مداخلة أبو عبيدة عندما صرح بأن أغلب الأسرى ليسوا في الأنفاق. إذن هنا هل لا يرغب في أسطرة هذه الأنفاق أو متابعة الإسرائيليين لهذه الأنفاق؟ لأن الأنفاق الآن عبثية، وأن لا وجود للكيلومترات وكل هذا. هذه زاوية. الزاوية الثانية، أن أغلب هؤلاء الأسرى هم فوق الأرض وليس تحت الأرض، وهذا الذي لاحظه الجميع في قضية الشجاعية مثلا أو في غيرها، إذ يحاول أن يثبت أن هناك أغلبهم انتهوا وماتوا. ومهم جدا الآن أن معركة الأنفاق هذه يجب أن تتوقف، وهذا هو المهم. لكن سيلاحظ الجميع أن المستودعات التي لدى حماس من خارج القطاع، هذا معناه إما أن لا وجود لها إلا بهذا الذي يقاتل به الآن الفصيل فقط، أو تضم دولا أخرى ما دامت من خارج القطاع. إذن الكل هنا أصبح شديد الحساسية، إذ الأسرى ليسوا في الأنفاق، فلا داعي للبحث في الأنفاق، ولكن الأنفاق في نفس الآن أصبحت مطلبا رئيسا، لأن هناك ثغرة. أين هذه المستودعات التي لدى الكتائب؟ وهل هي فوق الأرض فقط؟ ولماذا القول أنها من خارج القطاع؟ هذا هو السؤال. ولماذا أبو عبيدة صرح بما صرح به الآن، وقال بأن المستودعات خارج غزة، وأن هذه المصانع رغم أهميتها أيضا فالأمر لا يتعلق بالذي استكشف. إذن هناك بنية أخرى للتصنيع، وهناك من خارج غزة، من خارج قطاع غزة، والمستودعات من خارج قطاع غزة، فكيف يمكن الوصول إلى هذه المستودعات في هذه اللحظات؟ هل الأمر لا يتعلق بأكثر مما هو موجود؟ إذن هناك أسئلة عديدة طرحها تماما كلغز واحد 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 واحد. إذن الأمر هنا
بقي عالقا رغم التفسير والتفسير الآخر. إذا بقي الوضع لغزا، الشأن نفسه الآن في قضية مستودعات كتائب القسام وأيضا في قضية الأسرى، فهل الأسرى غير موجودين في الأنفاق؟ هذا هو السؤال. وهل كل هذا من أجل تحويل الطوفان إلى طوفان يغرق فعلا إسرائيل، انطلاقا من معركة فيلادلفيا مع مصر وأيضا توسيع الجبهة في لبنان؟ هل هذا أمر مدروس إذن للوصول إلى هذه المرحلة؟ بالنسبة على الأقل للكلمة فهي تذهب بهذا الاتجاه وتدعو الأمة إلى هذا الطوفان انطلاقا من الدعاء وأيضا بالنسبة للمساجد إلى آخره من أجل التعبئة بشكل أكبر. إذن كل هذا يجعل النقطة الثانية هي الأهم، هي اللغز، هو الشيء المبهم والغموض الاستراتيجي الذي حاول أن يعمل عليه الآن التنظيم الذي قاد 7 أكتوبر، ولا يزال مستوى ذكاء هذه المرحلة أكبر بكثير أمام تعقيدات ما كان في هذه اللحظة. وهذا الذي يضعنا أمام أسئلة ستبقى معلقة إلى حين، لذلك فهو ينتظر نهاية الحرب من أجل كشف عبثية الطرف الآخر وإعطاء رواية ستفاجئ ليس الإسرائيليين وحسب وإنما باقي العالم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.